احنا مش عايزين حد من الجهات العسكريه يدخل انتخابات تاني، لا رئيس ولا نائب. الجيش وقاده الجيش بوزاره الدفاع وزاره الطيران بس، لا ليها في وزاره النقل ولا في وزاره السياحه ولا حتى محافظين. احبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناه الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل انسان مظلوم مؤمنا كان او ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. ناخذ قدوتنا في الثوره على الظلم والطغيان من السائر الاول والاعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، اعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب والمذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وليد رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. أنا شايف تحركات غريبة من الناحية السياسية في مصر اليومين دول من ناحية الانتخابات. لو تسمحوا لي بس أشرب كوباية مية. يعني أحمد طنطاوي كان موجود في لبنان فترة وقال أنا هنزل، وقبل ما ينزل اعتقلوا له خاله وعمه، ومع ذلك نزل. وبعدين لاحظت أنه خرج أكتر من مرة وألقى كم كلمة. في كم حاجة ما عجبتنيش في أحمد طنطاوي. أحمد طنطاوي التون اللي بيتكلم بيه، تون الصوت، تون إنسان واقع تحت ضغط جامد جدا، إنسان واقع تحت ضغط جامد جدا. الكلمة بحسابه بالراحة جدا، غير زمان لما كان واقف في مجلس الشعب بيقول أنا مش عاجبني الرئيس وما بحبش الرئيس، قالها بكل قوة. لا دلوقتي بيقعد كده ويتكلم بتون منخفض كأنه ماسك، كأنه متنوم وبيتكلم. آخر حاجة بقى ما عجبتنيش خالص من أحمد طنطاوي، إنه طلع قال أنا ممكن لو بقيت رئيس أخلي نايب عندي من الجهة العسكرية، يعني نايب من جهاز عسكري. كده أنا بعمل لأ لأحمد طنطاوي، كده مرفوض أحمد طنطاوي أساسا. أنا آسف يا أحمد يا طنطاوي إن أقول لك الكلام ده. كان أشرف ليك إنك تقعد في لبنان وما ترجعش بلدك، أو إنك ترجع لبلدك وما تطلعش تتكلم وتقول أنا مش طالع، على إنك أنت تقول الكلام ده. إحنا مش عايزين حد من الجهات العسكرية يدخل انتخابات تاني، لا رئيس ولا نائب. الجيش وقادة الجيش بوزارة الدفاع وزارة الطيران بس، لا ليها في وزارة النقل ولا في وزارة السياحة ولا حتى محافظين، ولا حتى محافظين. ليه يطلع من الجيش واحد يمسك محافظ؟ ليه؟ دي أساسا وظيفة مدنية. الجيش للجيش، فاحنا عايزين اللي يمسك مصر يكون مدني. فحتى لو كان في امل في احمد طنطاوي انا بسحب هذا الامل. ليه؟ لان اساسا احمد طنطاوي انا ما شفتش منه برنامج. يعني هو اساسا ما ادانيش برنامج اقول هو ده البرنامج اللي كده. واول ما اتكلم دلوقتي اول قصيده كفر لما يقول نائب عسكري. لا، احنا عايزين حكم مدني. مدني للي جاي وللي بعده، يرسخ للي بعده واللي بعده واللي بعده. اي حكومات عسكريه بنعتبرها حكومات انقلابيه. اي حكومات عسكريه بنعتبرها حكومات انقلابيه. ومش معنى كده ان انا بقول اهلا للاخوان، لا انا ارفض الاخوان، لان الاخوان ارهابيين والارهاب جاي من الاخوان، واي ارهابي او اي مجموعات ارهابيه في العالم بتستقي من فكر الاخوان. دي هنبقى متفقين عليها، دي مش هنلف عليها وندور. واي حزب تحت اسم ديني مرفوض. لا تقول لي حزب الدعوه والتفسير ولا حزب التيار والنعمه ولا حزب خضره الشريفه. الأحزاب لابد أن تكون علمانية. لا طالب أنا حزب مسيحي ولا طالب حزب إسلامي. أنا طالبين أحزاب مدنية. كل الأحزاب تترشح. كمان مفروض كل الأحزاب يكون لها مرشح، ومن حق أفراد مستقلين أن يتم ترشيحهم. يعني من حق شخص مستقل يطلع يقول أنا مستقل ومترشح لمنصب رئيس الجمهورية. هو يعني مصر خلاص عقرت، ما فيهاش رجاله مثلا غير احمد طنطاوي وغير فلان وغير فلان وغير فلان وفلان. لا، مصر فيها، يعني فيها كتير. اي نعم، انا بقول بالنسبه لي جمال مبارك لو طلع انا هدي له صوتي. ليه؟ انا عندي حسابات خاصه،
هتقولي طب ما كان في فساد وكان وكان وكان، بس انا قدامي شخص حتى لو كان في فساد، الفساد كان مقنن الى حد ما ولكن مرفوض طبعا. يعني كانوا في شركات معينه في استثمار علاء مبارك بيعمل ده، عارفين القصص دي. لكن انا قدامي شخص كجمال مبارك درس اقتصاد، فاهم سياسه، عنده كونتاكت دولي، فاهم دهاليز السياسه تحت، لا ده ممكن يديني رئيس دوله مدنيه ويضمن لي ان يبقى في تيار مدني بعد كده. انما يجيني واحد يقول لي انا ابقى تيار مدني واطلع رئيس وخلي النايب بتاعي عسكري، بعد شهرين يقلبك يا حبيبي وهيمسك مكانك يا احمد يا طنطاوي، بعد شهرين هيقلبك ويمسك مكان. انا مش بقول معنى كده ان الترشيح قاصر على جمال مبارك، لا دي انا وجهة نظري في جمال مبارك. لكن انا لو جه جابر نصار مثلا كرئيس جامعة القاهرة سابقا، لو ترشح برضه اديله صوتي، راجل محترم جدا جدا. ابراهيم عيسى اديله صوتي، ما فيش عندي مشاكل خالص لو ترشح. ايه ما انا عايز شخص مدني، ما في 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 قبل كده رئيس ممثل مسك رئاسة امريكا، ايه المشكلة يعني، وقادها وكان ناجح، ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله يعني. انا عايز اقول ان البلد لم تعقر او لم يجف رحمها عن افراز شرفاء في هذا البلد. طبعا الدوله مكتمه يعني، احمد قنصوه اول ما قال اترشح بالسلامه عم احمد، ويك والله هتوحشنا، باي باي. التاني اللي هو بتاع الجيش برضو اللي كان في الامارات برضو تم شفيق، رئيس شفيق اللي كان في الامارات، اول ما رجع على طول كل سنه طيب ركنوه على جنب وعلى ما تتكلمش وما تطلعش تاني، احمد شفيق واحمد كونسو في السجن وغير. لا احنا عايزين يطلع مرشحين احزاب كتير ومرشحين مستقلين كتير، وكل واحد يطلع ويفرش للاعلام يقول برنامجه اللي هيحاسبه عليه الشعب. انا برنامجي 1 2 3 4، انا برنامجي 1 2 3. اي حزب هيطلع برنامجه ديني مرفوض، مرفوض، انا برفضه. احنا نختار. وبعدين مطلوب، لان احنا عارفين تاريخ بلدنا وتاريخ حكومتنا مع التزوير، يعني ممكن من دلوقتي يكون متظبط ورق انتخابات ومن دلوقتي متعلم، من دلوقتي يجهزوه من دلوقتي، بحيث ادي الورق بتاع النتيجه وتبقى النتيجه متستفه. لا احنا عايزين اشراف دوله على الانتخابات في مصر، اشراف دولي على الانتخابات في مصر. الانتخابات في مصر بدون اشراف دولي هتتزور. ده سلو بلادنا يعني، ده سلو بلادنا معروف يعني بيعملوا ايه. في ناس كتيرة بتقول لك ان اللي حاصل في مصر مش هيخلص على كده، وفي عدة سيناريوهات في ناس متوقعها لمصر، لان في تيار كبير جوه في الدولة العميقة، الدولة العميقة دي قصة كبيرة جدا يعني، ضد سياسات الرئيس السيسي إلى حد ما. وفي ناس متوقعة سيناريوهات من الجيش، وفي ناس متوقعة سيناريوهات من الأجهزة العميقة. إيه اللي هيتم؟ إحنا ما نعرفوش، لأن إحنا لا نعلم الغيب. لكن في ناس بتتكلم عن سيناريو بينوشيه في تشيلي، سيناريو بينوشيه في تشيلي. بينوشيه ده كان سنة 73، في سبتمبر 73 عمل انقلاب عسكري على الرئيس الدستوري، الرئيس اللي جيب الدستور، ومسك الحكم، ومسك الحكم بقبضة من حديد، وكان أي معترض لو اعترض في الشارع بكلمة على السجن، على المعتقل، كتير 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 كتير، لدرجة الناس ما كانتش تقدر تتكلم في الشارع من القبضة الحاكمة بتاعت بينوشيه، قبضة كانت ظالمة وفظيعة. الشعب حاول قبل كده، في ناس تنقلب على بينوشيه، تم اعدامهم وضربوا بالرصاص وتم التخلص منها تماما، الى ان حانت اللحظه في انتخابات سنه 88. عملوا استفتاء بلا نعم او لا، نرشح بينوشيه تاني ولا لا، بس اصروا على ان فرز الاصوات يكون علنا، وانه ان الشعب يحمي اللجان ويحمي الصناديق ويفرزها بنفسه تحت العين، ويشوف هي وداخله وهي وطالعه، وما فيش ورقه تتسرب او تتزور. فعلا في سنه 88 طلع تصويت الشعب كله بلا لبينوشيه
وسقط حكم بينوشيه وتم اخلاءه عن الحكم ومات بينوشيه بعد فتره. في ناس بتقول لك ان السيناريو بتاع بينوشيه ده ممكن يحصل في يوم من الايام في مصر، ممكن يحصل. ايه اللي هيحصل في مصر ما نعرفش، لكن في حاجات كتيره هتحصل في مصر لان الوضع مش هيستمر على ما هو عليه حاليا. We'll be right back.